ممثلة زوجة وأم لثلاثة أطفال. يوم 8 آذار حابة شارككم بهذا الفيديو وعايتكم عايت كل نساء الأردن وبالتحديد النساء السوريات. أي مهنة بالعالم بحاجة لقوة، بحاجة لدعم، بحاجة لتحدي. بمهنتي بالتمثيل كان أول شيء مساعدني هو الدعم الأسري، أبي وأمي. فكتير ضروري نحن لما بنربي أجيال أو نربي بناتنا لازم نربيهم ونخليهم يثقوا إنه نحن أول الداعمين لوجودهم بالحياة ولتشكيل كيانهم ليكونوا أوايا. مطلوب مننا نحن كنساء نكون أوايا وصامدين وقادرين نتحدى بعض قيود الحياة والمجتمع. هاشتاج كوني جريئة من أجل التغيير.